مرحب صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروني اليوم هيك فيديو حماسي وفيه شغل كتير وتحفيز. اليوم حشارككم ترتيبي لخزانة المطبخ، خزانة المنظفات، وحشارككم 3 خطوات بعملها يعني بتبعها بالبيت لحتى تزيد طاقتي للشغل. اول شي بعد بداية يومنا وقت اللي بدنا نقوم ننوي نشتغل، في 3 شغلات كتير مهمة اللي كان العالم ما بينتبهولها، بس هن كتير مهمين ليجددوا طاقة البيت وطاقة المرأة نفسها يعني حتى تشتغل، اللي هن أول شي فتح أبواب ويعني شبابيك البيت كلها لحتى يتنفس، ووقتها إن كان برد يعني مفروض ينفتحوا. وتاني شغلة إنه نفتح القرآن، أي سورة أنتوا بتحبوها، إن كان يوم جمعة سورة الكهف، بقلب أيام الأسبوع الرقية الشرعية سورة البقرة، كتير إن دول بحطهم، وبحب حط سورة يوسف كتير هيك برتاح لما أسمعها. هاي شغلة تانية. وتالت شغلة واللي هي كتير مهمة، ما بعرف حسها كتير بتعطي هيك حركة بالبيت، خاصة بنكون لحالنا يعني الأولاد الله يحميهم بيكونوا المدارس والزلم بالشغل، فبحط وجبة غسيل. فبصوت وجبة الغسيل بحس إنه في ونس بالبيت، فبتعطيني طاقة. وصوت الغسالة هي وعم تشتغل كمان لوحده كافي إنه يعطيكم طاقة وتحفيز. نزلت على السوق جيب شوية منظمات وغراض لخزانة تحت المجلة تبع المنظفات، في هيك شوية أفكار ببالي أعملها لحتى تزيد وساعتها. اللي شجعني إني أعيد ترتيب وتنظيم تحت المجلة هو إنه خربت الجلاية واضطرينا لنصلحها، وهيك تخربت تحت المجلة وتوسخ، فقلت بضرب عصفورين بحجر بجددها، وهيك بطبق أفكار جديدة فيها لحتى تسع أكتر. وقبل ما أبلش بالتنظيف لتساوي الفاصولية، بتعرفوا بده وقت الفاصولية نقع، بس أنا ما عدنا نقعتها كتير قبل بيوم أو من الصبح. من زمان كنت وقت يعمل هاي الأكلة إذا ما نقعتها قبل بيوم أو الصبح يعني شي 7-8 ساعات الغيها ما ساويها. هلا صرت قبل بساعة ممكن أعملها، ساعة ونص بعملها دغري. هي ما بدها شي، بس بغسلها وبحطها على النار وبخليها يعني هيك بتركها على النار لحتى تغلي، وبس غليت بتركها على جنب ساعة وبعدها بقى بشتغل فيها. اول شي جبت دول المنظمات لدواء الغسيل ولل مكعبات الجلاية، جبت واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لأنا من العالم اللي ما بتكتر كتير يعني كميات دواء الغسيل ولا دواء الجلاية، بحب جيبهم على القد عشان ما تروح ريحتهم، ولأنه بستخدم شامبو للأسود وللملوان والمعطر، فما كتير بستخدم دواء الغسيل اللي بيجي بودرة. وجبت هاي الزهرية مشان نحط بقلبها السياف واللياف اللي ممكن استخدمها، بحطها بقلبها وبتتفضى من المي إذا كان في بقلبها مي، وفرشاي. وجبت هدول السلال لخزانة بنتي الصغيرة عشان ننظم لها ثيابها بقلبها. هلا اول شي بعمله انا مشان احس الاغراض اللي جبتها انه صارت الي بليفة، لو انه ما بدي استخدمها للاكل او للبراد، مع ذلك يعني بعمل لها هيك ليفه صغيره ما بنخسر شيء، وبدي نشفه ونحطه على جنب عشان بلش اعمل تحت المجلة ونظفه.
بعد ما طلعت كل شي بقلبها، لأنه هون كنت حاطة تحت العفو منكم سلات الزبالة والمنظفات والصواني كلها الموجودة، فشلت سلة الزبالة اللي برا هخليها برا، وخلي بس تحت المنظفات والصواني. المنظفات هحط المنظمات لهم، نحط لهم اياها، والصواني كمان هلا مثل ما حتشوفوا هنعملهم. قست تحت المجلة قديش بدي من هذا الرول. الرول القصدير هو صاير في منه لاصق في منه بدون لاصق، انا جبته العادي بدون لاصق عشان احسن انك غيره امتى ما بدي، يعني امتى ما هيك حبيت غير لونه وغير القطعة تكون كتير انهرت بغيرها. وجبت هدول كمان العلاقات مشان علق عليهم كل الفراشي الصغيرة واللمامات وهي الشغلات يعني اللي بتضل مفرطعة تحت المجلة، كمان هيك بينضبوا بزاوية واحدة. منظمت المنظفات القديمة هي الصغيرة، حطيت فيها صواني صغار كلها هيك جمعتهم فيها عشان ما يتفرطعوا، وحطيت كل الصواني الكبار وحتى الواحد تقطيع على جنب، وهيك كانت خالصة مسحتها كلها من جوا ومن برا وطلعت على العاد. نقعتها بس ساعة بعد ما غليت، تركتها هيك مغطاية يعني متركها على جنب لحتى تنفش حبتها منيح وتستوي معنا بسرعة. بتاخد معي على النار سلق نص ساعة بس بتكون جاهزة. بقلي بصلة وفليفلة. هلا المفروض انا هون ضفت اللحمة دغري، بس انا نسيت كانت في البراد اللحمة مو قدامي، فلهيك نسيت. ضفت الفاصولية اللي غسلتها وحطيت لها مي نظيفة من اول وجديد، وحاتركها هيك تقريبا نص ساعة يغلوا مع بعض بتستوي. هلا انا هي الاكلات ممكن نعمل جنبها اما
برغل بشعرية أو رز بشعرية، بس سألت إلي زمان ما عملت رز، لا أعمل رز بشعرية طلع ظريفة جنبه. نقعت كاستين رز واللحمة، بما أني ما قليتها مع البصلة والفليفلة حقليها لحالها، لأنه هون عاملتها راس العصفور اللحمة وشوي فيها دهنة بتعطي طعمة طيبة لهي الأكلة يعني. وإذا ما لا مدهنة اللحمة ممكن تحطوا شوية دهنة أو بلاها، بس يعني بحسها بتعطي هيك زكاة للأكلة. حطيت لها ملح وفلفل وقليتها 10 دقايق وضفتها على الأكلة. ودبس البندورة على حسب الرغبة، انه نحنا بنحب سميكة شوي تطلع دبس البندورة. هون الاتراك كتير بيعملوه خفيفة، فلهيك ولاد الجوزة بيحبوا ياكلوه مع الاتراك. اكلات البندورة عندهم كتير هيك خفيفة البندورة فيها، واذا بنحط لها كمان بندورة معصورة على الايد بتطلع غير شكل كمان طيبة. بس انا الموجود عندي عم حطه، وحطيت لها مرقتها قد ما بتحبوا سماكة المرقة، كمان بتضيفوا المي وتكون جاهزة الاكلة. ملح وفلفل، ومنغطيها كمان 10 دقايق لحتى هيك تبلغ النكهات كلها مع بعضها. هلا انا بستخدم الرز القصير العادي اللي موجود بسوبر ماركت البيم، بيقولوا عنه مكسر للمحاشي، بس هو مو مكسر، هو بس الحبه صغيره بس بيطلع كتير ظريف على الفلفله. بنقعه نص ساعه بمي سخنه وبعدين بقليه مع الشعيريه وبحط النص بفوق بيطلع غير شكل. واجا وقت الاستراحة عملت لي هيك زهورات، بحب الزهورات. انا عملت مليسة وبنتي عم تعمل لها حليب والنسكافيه، كتير ظريفة هلا بالشتوية الزهورات، يعني خاصة هيك للزكام والصوت على طول بنضل مقربي. فهذا الوقت انا اللي بيكون فيه بين ما اخلص شغلي ويجي زوجي من الشغل، بيتأخر شوي زوجي فبقعد بشتغل فيه. اذا ما عندي مونتاج بترجم الفيديوهات القديمة. ومن اكلات السهره هلا بالشتاء هو البليله والفول النابت. نحن بنعمل الفول بنسلقه كمان، وهي البليله حمص وبنسلقه، يعني بسلقه بس شغله ساعه على نار هاديه بس لحتى تطرى الحبه نحسن ناكلها، اما بتضل هيك كامشه وشاده الحبه مو مثل اللي بنعمله للاكل يعني للطبخ. حط هيك بخلط معلقه ملح ومعلقه حمض الليمون ومعلقه كمون، بحط هيك برش عليهم بدون مرقه بحطها هاي، وبقطع هيك شرحات ليمون على الوش ومع عصرة ليمونة بتطلع غير شكل. جربوها وادعوا لي، في يمكن بلدان ما بيعرفوا هاي الأكلة. أكلة هيك بتعطي طاقة وبتعطي إحساس بالشبع كبير.
وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، وبتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وحبيتوا الأفكار اللي اليوم عملتها بالفيديو. إذا حبيتوا ولا تنسوا تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، وإذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم كل الفيديوهات أول بأول. يسعد لياكم ويخلي لياكم، وهلأ أصبحوا على ألف خير.